يسوعي، شيء واحد هو ضروري، أن أحبك بأمانة وأن أظهرك وأماثلك في كل شيء. إن طموحي كله يقوم بذلك. هو القائد وأنا الجندي، سلاحنا الصليب وشعارنا الحب. إن دعوتي لسامية جدا، أن أخلص النفوس وأجد فعلة لكرم الرب. كل الإماتات التي نعملها هي قليلة جدا بالنسبة إلى قيمة النفس. أنا كخطيبة يسوع علي أن أشعر بعطش لخلاص النفوس، لأقدم لخطيبي الدم الذي سفكه عن كل واحدة منها. حياتي هي صلاة متواصلة، لأني أعمل كل شيء محبة بيسوع.